وحول هذا الموضوع ينضم معنا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء عبر سكايب من بغداد أحمد موسى. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. يعني اليوم وكما تم الإعلان من قبل وزارة الكهرباء بأن المنظومة الوطنية فقدت أكثر من 4000 ميجا واط نتيجة شح إطلاقات الغاز بسبب أعمال الصيانة في الجانب الإيراني، فهل لك أن تضعنا بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ مساء الخير ست الكريمة، حياكم الله، حيا الله جميع مشاهدي قناة التغيير. يعني بعد ما أحدثنا فرق واضح بساعات تجهيز الكهرباء وزيادة حصص المحافظات، وكانت خطتنا شاملة حسنت من قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع، اليوم للأسف يعود شح الغاز مرة أخرى ليلقي بالظلال على المنظومة ويحدد أحمال محطاتها، يحدد وحداتها التوليدية من حيث الإنتاج، وهذا بسبب أعمال الصيانة بحسب الجانب الإيراني. أورقنا أن هنالك أعمال صيانة داخل الجمهورية الإسلامية في إيران لأنابيب الغاز الناقلة إلى العراق، مما استدعى توقف بشكل كامل عن بغداد والمناطق الوسطى وتحديدا إلى 10 مليون متر مكعب فقط على المنطقة الجنوبية. ست اليوم حاجتنا بهذا التوقيت بالتحديد مع ذروة الأحمال الشتوية إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز، والآن الحديث عن مدفوع 10 مليون فقط، هذا أدى إلى فقدان المنظومة قرابة 4000 ميجا واط. هذا بالتأكيد انعكس بشكل يعني بشكل نحرص على أن ما يكون كبير على ساعات تجهيز الكهرباء. إحنا بصراحة لازلنا إلى اليوم رغم جهود الحكومة بتأهيل حقول الغاز الوطنية، رغم شو عمل وزارة النفط الكبير، لأن الموضوع طبعا لتأهيل حقول الغاز يحتاج سقوف زمنية، مما يعني أننا للآن محتاجين إلى الغاز المورد. نقصانه بهذا الشكل أفقد المنظومة قرابة 4000 ميجا واط لذروة الأحمال الشتوية. نعم، طيب كيف سيتم تعويض ما فقد من غاز مورد لتشغيل المحطات؟ ستي ما لدينا بد إلا أن ننسق مع وزارة النفط، احنا لدينا تنسيق عالي مع وزارة النفط الآن وفق التوجيهات الحكومية وعناية السيد رئيس الوزراء، ننسق معهم لتزويدنا بالوقود البديل، الحديث عن غازويل، عن نفط خام، عن كرود، مشتقات الوقود البديل لتشغيل محطاتنا التي توقفت وتحددت. طبعا بصراحة لن يسد الحاجة هذا، لكن سيخفف الضرر. نحاول أن ما يكون التأثير واضح على ساعات تجهيز الكهرباء من خلال تنسيقنا مع وزارة النفط، هم يجتهدون لسد حاجتنا، لكن بصراحة التأثير واضح على المنظومة. 4000 ميجا واط بهذا التوقيت مع ذروة الأحمال وانخفاض درجات الحرارة، مما يعني زيادة الطلب، يؤثر بشكل واضح على ساعات تجهيز الكهرباء. نعم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، شكرا جزيلا لك.